الدورية المحلية والبطولة العالمية وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة. عيش سبور في استاد الحياة. 19 دقيقة بعد ماضي ساعة، مرحبا بكم في استاد الحياة بصفة استثنائية. نعرف انه استاد الحياة كل نهار السبت وحد ما ساعتين للخمسة متاع العشية، اكيد الحدث يفرض نفسه بصفة استثنائية باعتبار انه الحدث المنتخب الوطني لتونس يشد الرحال بعد قليل حاليا، يعني مباشرة من مطار تونس قرطاج الى الدمامة السعودية في رحلة خاصة مباشرة من شركة خطوط الجوية التونسية، وذلك لخوض المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022. يعني المنتخب التونسي باش يدخل في تربص تحضيري. مباشرة زميلنا اكيد وسام القرقني متواجد في مطار تونس قرطاج، هذاك علاش استغلينا الفرصة والحدث في استاد الحياة. المنتخب الوطني التونسي يسافر الى الدمام السعودية. مرحبا بك وسام. مرحبا بك عبد الله، مرحبا بكافة المتابعين واوفياء راديو الحياة فام وحباء الرياضة وحباء المنتخب اللي ينتظروا في كأس العالم بفارغ الصبر. أنا مباشرة من الفيست زميل عبد الله، من الفيست نتاع الطيارة اللي وفرتها الخطوط التونسية تونسير، الطيارة الجديدة اللي عملوا لها لبياج جديد. الحقيقة لهنا أمامي صعود اللاعبين من الطائرة، كان في توديع المنتخب ثلاثة وزراء، وزير الرياضة، وزير النقل، والسيد ملك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية. حضور كبير لمختلف وسائل الأعلام لهنا، حضور كبير لهنا. نحن ديجا خلينا لفيديو الكل اللي باش نوثقوا فيهم الرحلة هذه. عدد اللاعبين مش كبير برشا، أكثر الأسئلة كانت متوجهة لحراسة المرمى اللي حسيناه هكا، معناه حتى من الأسئلة نتاع الزملاء الصحفيين حسينا نوع من شوية قلق، ماك تعرف البوليميك الكبيرة الموجودة حول حراسة المنتخب. لكن الأجواء الأخيرة رناها على العال تنظيميا، المسؤولية الدولة لهنا، الدولة بتم تميمها لهنا في مساندة واضحة وجلية للمنتخب، وخدينا حتى يعني تصريحات للمدرب الوطني جلال القادري، خدينا تصريحات من عند اللاعب علي معلول، خدينا مع عند سليم بن عثمان، خدينا برشا تصريحات ان شاء الله حصريه على راديو الحياه فهم او كلهنا صوره تذكاريه لكامل الوفد المتنقل للدمام للسعوديه، الوفد من اللاعبين للمسؤولين للساده الوزراء. نحن صوره الاذاعيه امام مدرج الطائره زميلي عبد الله، امام مدرج الطائره قاعدين ناخذوا في الصور ما نجموش حتى نحاولوا على الاقل في المباشر ناخذوا تصريح احد المسؤولين سواء من الوزراء او حتى من اللاعبين او حتى من المرافقين بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. اكيد نعرفوا التصريحات واللي فيديو اللي خذيناهم حصريين ان شاء الله بعد في الحصه نتاعنا، باش يعني معنا المحللين شي كل سي شكري بلكح المتواجد، كذلك الصحفي سيري ضال العلويني وبقيه المجموعه على الاقل باش نسمعوا اراء المدرب وكذلك سليم بن عثمان. عبد الله لهنا، نحن لهنا من امام المدرج بعد ما طلعوا اللاعبين، طلعوا الساده الوزراء، حتى الزملاء الاعلاميين حبوا يطلعوا للطائره، لكن ما نعرفوش اسكو باش يتم باش يخليهم يطلعوا للطائره ولا ايه. او نستغل، كان تحب ناخذوا راي حسني زغدودي، ناخذوا أكيد خلينا ناخذوا رأي زميلنا الكبير، زميلنا الإعلامي حسني زغدودي، اللي حسني في المباشر على أمواج راديو الحياة في المباشر. الصورة اللي دعاية نخليك أنت تنقلها، نحن وين متواجدين بالضبط؟ شكرا زميلي العزيز، شكرا عبد الله، تحية للمستمعين عبر موجات الحياة من قروان هكا ولا أكيد القيروان ما شاء الله، من أرض الجدود والصالحين والطيبين. تحية للمستمعين الكل. نحن في المحطة الثانية تيرمينال 2 من مطار تونس قرطاج الدولي، معروفة بمحطة الحجيج.
والحجاج اليوم باش يحجوا للسعوديه، لكنهم تكورجيه زميلي عبد الله، هما تكورجيه وهما لاعبه المنتخب الوطني، 8 لاعبين اليوم في انتظار التحاق البقيه يوليوا 16 لاعب نحو رحله الدمام نحو استاد محمد بن فهد على نادي الاتفاق، والملعب اللي باش يحتضن معسكر المنتخب التونسي من 6 نوفمبر الى يوم 13 قبل التوجه لاحقا الى الدوحه القطريه ارض المونديال من المتوقع يوم 14 نوفمبر. الصوره اللي هنا جميله، الناقله الوطنيه تونسير يعني الغزاله تشجع المنتخب وتتزين عبر طائره خاصه من فئه ايرباص A320 320، هذه الطائره من الناقله الوطنيه الخطوط الجويه الغزاله التي تحتوي طبعا شعار الجامعه التونسيه لكره القدم، مريول المنتخب، الكتابه طبعا مع نسور قرطاج، وصوره عملاقه تتزين بها هذه الطائره الخاصه بما انها رحله جويه خاصه تونس الدمام، اكتشف فيها ايمن دحمان، فيها كذلك منتصر ليس الصخيري، يوسف المساكني، حنا بعض المجبري، وبلال العيفة، خمسه لاعبين عبر الصوره العملاقه والنجوم تاع المنتخب، والغزاله ما قصرتش يعني تهيأت لهذه الرحله رغم ظروف الرحله، المنتخب ماهوش مسافر يعني بعناصره كامله، فما شكون باش يخلط يوم 11 ويوم 12، وفما حتى جماعه اوروبا الجاليه الدوليه في اوروبا 14 لاعب تقريبا باش يلتحقوا بمعسكر الدمام تباعا انطلاقا من يوم 13 ويوم 12، هذا في علاقه مع الجوله الاوروبيه لمختلف البطولات اين ينشط هؤلاء. تقريبا هذه هي الصوره، الصوره تقول سادس مونديال على التوالي، هذا مشرف لبلاد ب 10 ملايين ساكن فقط، ندعي وان بريتون لاحلى بلاد كره، وهذا شرف، من الارجنتين 48 الى قطر 22، يعني حاجه مهمه برشا، ونرجع لك الكلمه لمزيد من التفاصيل. حسني عبد الله، سؤال الحسني يا وسام، تسمع فيه يا وسام؟ والله عبد الله نحن قاعدين نقوموا بمحاولات الحقيقه باش نطلعوا للطياره، خلينا ناخذوا شويه صور شويه. انقطع الخط في انتظار يعني عوده زميلنا وسام القرقني، اكيد كنتوا تسمعوا في زميلنا المتالق حسني الزغدودي مباشره من مطار تونس قرطاج، اكيد الرحله ستنطلق الى الدمام السعودي بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، اكيد كما قال حسني الزغدودي بقيه اللاعبين تباعا باش يلتحقوا بالطرابلس هذا يوم 12 نوفمبر و13 نوفمبر، نهار 14 نوفمبر المنتخب التونسي يلعب مقابله وديه ضد المنتخب الايراني في الدوحه. ونذكر بالنسبه للقائمه الاوليه للمنتخب الوطني التونسي، رباعي في المرمى ايمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن، ايمن البلبولي، ياسين مرياح، بلال اللعيفة، نادر الغندري، علي معلول، غيلان الشعلالي، الفرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، سعد بقير، يوسف المساكني، نعيم السليتي، سيف الدين الجزيري، وطه ياسين الخنيسي. هذه بالنسبة للقائمة الأولية، أكيد أن القائمة الأخيرة بشكون بعد المقابلة الودية اللي بتجمع إن شاء الله 14 نوفمبر المنتخب التونسي بالمنتخب الايراني، مش تكون في الدوحه، اكيد ان المنتخب الوطني التونسي اللي باش يمشي في طرابلس للسعوديه كما سمعتوا منذ قليل يعني حسني الزغدودي اللي يحكي على الطائره ولوجو المنتخب الوطني التونسي والصور بالنسبه للاعبين اللي موجودين على يعني الطائره. ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون جاهز بالنسبه للمونديال. او نرجع مباشره لمطار تونس قرطاج مع زميلنا وسام القرقني مره اخرى، مرحبا بك وسام. مرحبا بك عبد الله، في رجعنا بعد الانقطاع البث اكيد في المباشر، حبينا الحقيقه المقطع في الكواليس، وحبايا المنتخب يحبوا الكواليس تاع الرحله، حبينا نكونوا على متن طائره، نحن على بعد يعني المدرج امامنا مدرج الطائره، لكن تعرف البروتوكول فما ثلاثه وزراء حاليا
الداخل في الطائرة قاعدين يحكيوا مع الملاعبية بعد أخذ الصور التذكارية. نذكروا ثلاثة وزراء هما السيد وزير الرياضة، السيد وزير شؤون الاجتماعية، والسيد وزير النقل. الحقيقة ظروف لهنا كانت تسهيلات كبرى ليوفد المنتخب للرحلة هذه في اتجاه الدمام. ما ليناش برشا ملاعبيه، لكن رينا الحقيقه له ورينا المسؤول الاول على المنتخب لهنا السيد حسين جنايح رفقه المدرب الوطني السيد جلال القادري اللي خصنا بكلمه الحقيقه لاذاعه الحياه فهم. خذينا كلمه من المدرب الوطني، خذينا كلمه من عند اللاعب علي معلول، أخذينا كلمة من البلبولي أو لهنا السيد الوزير الرياضة قاعد يعني نازل من الطائرة هو رفقة وزير الشؤون الاجتماعية. نحاولوا هكا نجموش ناخذوا كلمة نحاولوا يا وسام ناخذوا إن شاء الله على الأقل وزير الشباب والرياضة. السيد الوزير مرحبا بك في المباشر على راديو الحياة. رينا اليوم بالحق وقت دولة تونسية مع المنتخب وهذا جلي ووضع. اي بارك الله فيكم. احنا اليوم جينا دعم ومساندة لفريق الوطني اللي ماشي فيه مهمة وطنية نعتبروها، اللي ان شاء الله من خلاله باش نرجعوا الامل للشعب التونسي والابتسامة اللي فقدها منذ سنوات، وان شاء الله باش يكونوا عند حسن ظننا وربي يوفقهم. الحقيقه السيد الوزير رينا من المطار لهنا رينا وقفه كبيره، دوله كل اليوم مع المنتخب وهذا يفند الاشاعات يفندك طبعا هي تونس واحده ولا تتجزا، واحنا نفندوا كل الاشاعات اللي ساره. تونس محتاجه وحده كامله ووحده وطنيه لانه باش نجحوا المسار هذايا. كذلك معولين على الشعب وعلى الفريق الوطني اللي كما قلت قبيله باش يرجع الامل، واحنا عندنا فيه كل الثقه ويرجع الابتسامه للتونسي ان شاء الله. شكرا سيد الوزير. عبد الله كان معايا سيد وزير الشؤون الاجتماعيه سيد مالك الزاي، وخذيناه الحقيقه بصفه حصريه يعني من حتى وسائل الاعلام حبوا ياخذوا معاه كلمه توا، لكن خذيناه الحمد لله بصفه حصريه لانه طالع في الحفله اللي باش تقلوا نقدروا نشوفوا احد المسؤولين الاخرين لهنا في او لهنا. خلينا نشوفوا سيد وزير النقل. وزير النقل في لحظه في لحظه في لحظه في لحظه سيد وزير النقل في المباشر على موجه راديو الحياه. لبياج محلاه، الطياره محلاه، وتونسير كالعاده تبارك الله عليها. وشكرا على فيها تقاليدها. هذا اقل واجب نجم نقوم به مع منتخبنا الوطني اللي باش يخوض مغامره ان شاء الله من معنا في اكبر التظاهرات الرياضيه في العالم. الطائرة هذه رمزيتها هي أنه زاد اسمها كارتاش، وهذه من أول الطائرات الجديدة من 1820 نيو. عملنا لها لابياج، لو شفتوا أنتم لابياج من هنا فما بعض اللاعبين، زاد من الجهة الأخرى فما لاعبين آخرين. إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله رحلة طيبة، وإن شاء الله زاد الباركور هذا يكون باركور ناجح. بكل الأحوال احنا شرفونا معناها أولادنا وهذا شباب تونس اللي نحبوا نشوفوه، وهذه الرسالة اللي حبينا نعطيها، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله في تظاهرات أخرى في مناسبات أخرى. وتونسير إن شاء الله دائما تقوم بوظيفتها ليس فقط كناقل جوي من جملة الناقلين الجويين الوطنيين، ولكن أيضا تقوم بهذا الدور الوطني في دعم الرياضة التونسية وفي دعم عديد التظاهرات الأخرى. شكرا سيد الوزير، بارك الله فيك. شكرا. عبد الله كان معنا السيد وزير النقل بصفة حصرية لهنا. كنحاولوا حتى السيد وزير الرياضة أكيد كمان حبينا ناخذوا السيد وزير الرياضة، لكن نحاولوا السيد الوزير. السيد الوزير باش ياخذ عبد الله في الاستماع. نسمع فيك، نحاولوا ناخذ السيد وزير الشباب والرياضه سي كمال الدقيش. واكيد عندي عبد الله تسمع فيا؟ اكيد نسمع فيك، واكيد عندي سؤال موجه للسيد الوزير. اكيد نحبوا ناخذوا السيد وزير الرياضه في لحظات، لكن ما تعرف البروتوكول البروتوكول القناه الناقله لكاس العالم رفضوا ان نجموا ناخذوا معاه ديكلاراسيون. ننتظروه باش ياخذ ديكلاراسيون مع القناة الناقلة الرسمية لكأس العالم، وهي معروفة البين سبور. زميل نافع بن عاشور خذا السيد وزير الرياضة بصفة حصرية. نحاولوا هكا تعرف الكواليس عبد الله لهنا في مطار
تونس كارتاج حتى للسادة المستمعين. نحن في المدرج نتاع الطائرة، المدرج وين باش تخرج الطائرة في رحلتها. والحاجة الباهية وسام إذا كان تسمع فيا، أنه ديما الحياة فيهم موجودة، يعني الحصريات الكل موجودة مع المنتخب الوطني التونسي حتى بصفة استثنائية. يعني البلاتو يبدأ مساعتين، بدينا توا باش ناخذوا يعني الأجواء الكل نقربوا الصورة الإذاعية. أكيد أكيد عبد الله، كلمة 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 سيد الوزير، كلمة يوم الحكومة كل واقفة ما شاء الله في المباشر على راديو الحياة فيهم. كلمة والله الحكومة كل مباشر، على خاطر تعرف أنه في أعلى هرم من السلطة يعني السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة وكلهم وراء المنتخب الوطني وكلهم يدعموا في المنتخب الوطني، لأنه ارفع الراية بتاعنا في أعلى المستويات. وبالنسبة لنا نحن يعني المشاركة بتاع المنتخب الوطني مهما كانت المشاركة مهما كانت النتيجة بتاعها ستكون نتيجة إيجابية. شكرا سيد الوزير. شكرا شكرا عبد الله. نسمع فيك وسام. كنت تسمع لنا في كلمة السيد وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش، كلمة اللي بالحق اللي لاحظناه واللي لناه السيد الوزير، يفند الإشاعات، يفند كل ما يقال في الكواليس ويحاك حول توتير العلاقة بين المنتخب والجامعة جامعة الرياضة. رينا اليوم السيد وزير الشباب والرياضة مع أعضاء الوفد المنتخب مع أعضاء الجامعة، كانت درجة يعني مزيانة برشا، وسألوا ديما التفاصيل، وهذا اللي نحبوه أنه الدولة تقف مع المنتخب في أكبر تظاهرة دولية رياضية هي كأس العالم. وي عبد الله، حبيت نسال شكون المسؤولين اللي يمثلوا الجامعه التونسيه لكره القدم متواجدين معكم في مطار تونس؟ اكيد ثم اللي يمثلوا الجامعه التونسيه هو حسين جنايه اللي اول الوفدين، وفما زاد المنسق الاعلامي سي جايز، زاد المسؤول على الملعبية، فما مسؤولين موجودين اليوم، كانوا أول الحاضرين لهنا في مطار تونس قرطاج تيرمينال 2 معروف في مطار الحجيج. ولهنا حتى لاحظوا اللي فما زاد مسؤولين جاوا وعبروا على دعمهم كذلك. نجم نقولوا اللي الناس الكل واقفه مع المنتخب. ولهنا بعد يعني دقائق قليله باش تقلع الطائره، لان مازلنا في المدرج ومازلنا نحبوا ناخذوا التصريحات الحصريه، خلينا ناخذوا حتى من عند الزملاء نعيمه سيسي من الزملاء المعروفين. كلمه شريت اليوم الجو باهي ترى هكا للمنتخب باش يمشي. أكيد أجواء ممتازة، هو الحقيقة مش برشا عناصر المنتخب، لكن شفنا الالتفاف كبير من سلطة الإطراف، ثلاثة وزراء موجودين، معناها يا دوكوا يلزم تكونوا حاليا في الوقت هذا راهو كومبيتيسيون كبيرة كأس العالم، الناس الكل يلزمها تلتف حول المنتخب، لأنه ماشيين باش نشرفوا الراية الوطنية، ماناش ماشيين باش نلعبوا على أسماء ملاعبية أو أسماء فلان ولا فلتان، لكن ماشيين باش نلعبوا على اسم منتخب تونس اللي عنده ستة مشاركات في كأس العالم، ستة مشاركات ماهيش شوية ومش بالهين، أنه منتخبات فما منتخبات كبيرة ما وصلتش قد العدد اللي وصلته المنتخب التونسي، إن شاء الله يكونوا هما على قد المسؤولية هذه ويكونوا هما في المستوى. أكيد إن شاء الله يكونوا في المستوى. هنختموا معك أنت صحفي معروف والكواليس ديما مع المنتخب، ماشي ساعة لكأس العالم ولا هذه سؤال بديهي؟ إن شاء الله ربي يسهل، إن شاء الله نهار 18 قبل كأس العالم بنهارين إن شاء الله. أكيد شنو الأجواء في المنتخب؟ معايا الكنزاري فؤاد بوفتح، نعتذر فؤاد بوفتح ظروف المباشر. فؤاد شنو هي آخر التحضيرات شوية كواليس؟ والله الحقيقه اخر تحضيرات ما نعرفوش برشا، خاطر ديجا انت تشوف حتى الجروب ما مشاوش فيها برشا جواريات، نعرفوا دحمان بن سعيد احسن، معناها فما جواريات قاعدوا مش يكملوا ماتش كوب افريقيا مع جمعياتهم، نعرفوا يوسف المساكني فرجاني ساسي الخنيسي بلال عيفة مش يكونوا موجودين غادي في السعوديه، دونك الجروب ابريتو يظل ما يفوتوش 7-8 جواريات. الكواليس اليوم حسب ما ريناه كواليس مسجعة، لأنه بعد ما خفنا من قطيعة بين سلطة الإشراف وبين الجامعة، اليوم يظل ثلاثة وزراء
في مغادرة المنتخب الوطني التونسي، يظل حاجة مهمة وإن شاء الله نبنيه عليها. للجروب هذا يظل فيه برشا ملعبية يستحقوا أنهم يعملوا حاجة كبيرة يستناها الجمهور التونسي إن شاء الله. عبدالله وين نسمع فيك وسام؟ كان معنا زميلنا فؤاد بوفتح مراسل وصحفي قناة التاسعة. لهنا حاليا طلعنا للحافلة، الطائرة أغلقت الأبواب وباش باش تاخذ المدرج نتاعها، هذاك علاش لهنا التقنيين في المدرج فرضوا علينا أن نطلعوا للحافلة باش نبعدوا على المدرج، خاطر الطيارة باش تاخذ طريقها للدمام. هذا بالنسبة للمنتخب التونسي. كما قاعدين يعني تسمع في زميلنا وسام القرقني قاعد يوصف في يعني خلينا نقول حدث اليوم، أنه المنتخب الوطني التونسي باش يسافر للتربص المغلق بالدمام السعودية، أكيد مقابلة منتظرة، مقابلة ودية نهار 14 نوفمبر أمام المنتخب الإيراني. إن شاء الله المنتخب التونسي يكون في أبهى حلة قبل بداية المونديال مع علامة ممتازة جدا. خلينا نقولوا أنه الحاجات الإيجابية جينا من مطار تونس كرتاج، ثلاثة وزراء اليوم، سيد وزير الرياضة، سيد وزير الشؤون الاجتماعية، سيد وزير النقل متواجدين من أجل مؤازرة المنتخب الوطني التونسي، عديد المسؤولين من الجامعة متواجدين، عديد الزملاء الصحفيين. منذ قليل دخل معنا حسني الزغدودي، كذلك زميلنا فؤاد بوفتح، نعيم أساسي، وبقية الأسماء إن شاء الله تكتشفوها بعد قليل في البرنامج. أكيد تصريحات حصرية للحياة فهم اللي كانت متواجدة منذ قليل في مطار تونس قرطاج لمواكبة المنتخب الوطني التونسي اللي باش يشد الرحال إلى مدينة الدمام السعودية في رحلة خاصة. ذكر تأمنا شركة الخطوط الجوية التونسية كما سمعتوا بكري تصريح سيد وزير النقل. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يلقى كل التشجيع سواء من الوزراء أو كذلك من الجماهير التونسية اللي تنتظر بفارغ الصبر مونديال قطر 2022. ما نعرفش اذا كان مازال متواجد معنا زميلنا وسام مره اخرى. وسام وسام عبد الله، ما نعرفش اذا كان عندك جديد ولا عبد الله نسمع فيك. تسمع في عبد الله؟ نحن تو خرجنا من المدرج، المدرج الطائرات، الطائره اكيد امور امنيه باش نبعدوا على المدرج باش الطياره تشق طريقها ان شاء الله بامان نحو الدمام. خلينا ناخذوا حبينا ناخذوا كلمه اخيره مع زميل صحفي في المباشر نافع بن عاشور. اكيد ما فهمش نافع بن عاشور، نخدموا معه المداخله في المباشر على موجه الحياه فهم. اليوم شريت نافع، انا فرحان ريت الدوله كامله واقفه صوره الاشراف اللي يساعد المنتخب. هذا هو هذا هو يعني الدوله اليوم ثلاثه وزراء واقفين ورا المنتخب، تونس كامله ورا المنتخب، الدوله الحكومه الشعب، وهذا تمنيناها تتجسم قبل اسابيع قبل ايامات. ان شاء الله ما تكونش مجرد صور، ان شاء الله تكون النوايا صادقه، وهذا ما نتمناه لانه قلوب التونس كل مع المنتخب التونسي، من لانه في الاخير هو علم تونس، المنتخب مش يلعب باسم تونس مش باسم الجامعه وباسم الوزاره. ان شاء الله حظ سعيد للمنتخب التونسي، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالنجاح في المحطه الاعداديه الاخيره في الدمام، وان شاء الله ايضا يكون المنتخب في حجم تطلعات جماهير، وخاصه انه جماهير كبيره من الجاليه التونسيه في الدوحه تنتظر في المنتخب، جماهير باش تحول من كل العالم لقطر. المنتخب التونسي مش باش يكون غريب ان شاء الله في قطر، في اجواء باش تكون ممتازه جدا اللي الحقيقه خلينا نقول ما حسيناهاش في تونس خلال الايام الماضيه انه عندنا منتخب ماشي لكاس العالم باستثناء الاجواء اليوم في المطار. الحمد لله الحمد لله. اخر حاجه الملعبيه، الكواليس بعد القائمه، خاصه فما جدل كبير حوالاش قالوا اللي الحارس الاول هو دحمان، انت قريب برشا الملعبيه وين هذا نعرفوا؟ كل قائمه تخرج فيها جدل، توا كما نقولوا تحسمت الامور، اليوم الناس كل عندها اختيارات نعرفوا، خاصة جماهير الرياضية كل واحد يعني يميل للاعبين جمعيته. اليوم ربما الدحمان هو الحارس الأول كان شبه محسومة، اليوم الناس تحكي على حارس ثالث ورابع، هي في الحقيقة ربما اللي كسب نقاط جماهيرية لبعض الإعلاميين أو لبعض اللاعبين السابقين في نواديهم. أعتقد أن جاهزية الفريق هي الأهم،
وان شاء الله تكون الاجواء طيبه باكتمال المجموعه، وهذا هو المهم. وفي الحقيقه النتائج اللي باش يحققها المنتخب هي اللي باش تعطي الحق لجلال القادري في القائمه او العكس، لانه ويتعادل الدور الثاني فيولي احسن اختيارات. وسام وسام اكيد خاطر الصوت ولا ما نعرفش اذا كان يعني بخلاف نافع بن عاشور اللي اعطاه يعني رايه بالنسبه لحراسه المرمى، وكما قال انه القائمه اكيد التوانس الكل مش باش يكونوا على اتفاق، اكيد لازمك على الاقل ما نعرفش اذا كان باش نختموا مع نافع بن عاشور وسام ثم نجموا حتى ناخذوك في مداخلات اخرى بعد تباعا في الحصه وتلخص لنا رحله المنتخب الوطني التونسي. الصوت مش ولا بد وسام ان شاء الله تباعا في الحصه بعد في استاد الحياه نجم حتى يعطينا تلخيص بالنسبه لرحله المنتخب الوطني التونسي. اكيد فما عده تصريحات باش نسمعوها بعد في الحصه كي تباعا باش يكون معنا المحلل الفني القار سي شكري بلاكحل، وكذلك باش يكون ضيفنا اليوم صحفي في الصحافه المكتوبه سي رضا العلويني باش نحكيو اكثر على المنتخب الوطني التونسي. باش نرجعوا للتصريحات اليوم خاصه مع تزامن رحله المنتخب التونسي. الحاجه الباهيه انه بصفه استثنائيه حدث يفرض نفسه، واخذين الاجواء في المباشر كل الحصريات على اذاعه الحياه افهم، وزير الشباب والرياضه، وزير الشؤون الاجتماعيه، ووزير النقل. اخذنا زملائنا الصحفيين نافع بن عاشور، حسن الزغدودي، نعيم اساسي، فؤاد بوفتح، وعديد الكواليس الاخرى ان شاء الله تكتشفوها من بعد في استاد الحياه. ونذكر بالبرنامج في استاد حياه اليوم من ماضي ساعه ونص للخمسه، يعني دخلنا نحن ماضي ساعه ونص بصفه استثنائيه حكينا على المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله باش نرجع لكم بعد ما ساعتين باش نحكيو على الجزء الاول سبيسيال تنس، حديث على خروج انس جبر من دوره الماستر، مشاركه الفريق الوطني للناشئات في كاس العالم فرق تحت 16 عام، تواصل تحذيرات الفرق التنافسيه للدورات المحليه، وباش نرجعوا في الجزء الاخير على كره القدم، نرجعوا للمنتخب الوطني التونسي والسفر نحو السعوديه، و ناخذوا الحصريات مره اخرى وتصاريح لامنهم زميلنا وسام القرقني من قلب الحدث، والعوده على القائمه الاوليه للمنتخب، كذلك عوده لنتائج الرابطه المحترفه الاولى والثانيه، والحديث على الشبيبه الرياضيه القيروانيه، ونختم بعوده على احداث العنف في ملعب نزرت وقاعه المكنين. هكا اخذينا كل الحصريات وال الأخبار الرياضية اللي تخص المنتخب الوطني التونسي مباشرة من مطار تونس كارتاج. أمن هنا زميلنا وسام القرقني، نخليكم بعد قليل مع زملائنا في قسم الأخبار ثم نرجعوا في البلاتو.